إخوتي الإيمان والإسلام، نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ أحمد مصطفى، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. طيب السجل للكتب
وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلنا إلا رحمة إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم.